يعاني النازحون من الساحل الأيمن لمدينة الموصل في مخيمات جمكور شرقي الموصل نقصا حادا في الماء والغذاء والدواء، فضلا عن معاناتهم الشاقة في رحلة النزوح للهروب من مناطق سيطرة تنظيم داعش جراء استهداف التنظيم للفارين من مناطق سيطرته. والله يا وليدي بالمرقب أنا عجاني مرة كبيرة، عمري كبير، 4 ساعات في الليل أنا أمشي. الله أعطاني حيل، الله أعطاني قوة، ولهاني مرة 4 ساعات في الليل نمشي لننهزم. إيش أحس من الهلك والموت؟ والله مثل حتى من الظلام والجوع، والله ماكو كل شيء، لاكو أبد، لا شغل، لا عمل، لا أشل على رحمة ربك. الله معيشنا، الله عيشنا، ولا ماكو كل شيء. الحمد لله. لقنا ما نطلع طيبين منهم أبد. خلصونا مثل ذبنا يا ابني. والله ذابت شاتنا ما عدت من الموت والهدمة. وطالب النازحون في مخيم جمكور الذي أنشئ مؤخراً إلى جانب مخيمات الخازر وحسن شام شرقي الموصل الحكومة العراقية بمد يد العون إليهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، حيث يفتقر المخيم إلى مراكز الخدمات الصحية اللازمة لتقديم العلاج، إضافة إلى نقص في سيارات الإسعاف، مؤكدين أن المنظمات المحلية والدولية التي تساعدهم لا تستطيع تأمين متطلبات آلاف النازحين القاطنين في ذلك المخيم. والله استقبلونا خوش استقبال، خلف الله عليهم، جزاهم الله الخير. بس حاليا عاني بنقص بالأدوية والغذاء والماء من كل النواحي، يعني حالة تعبانة وده تصير حالات وفاة، يعني تعبان الحين الحمد لله والشكر. بس واحد أنا موظفين صار 9 سنوات، لا راتب لا شيء، راتبنا هنا الخدمات الطب هاي هم صفر. اي والله حتى حالة ذاك اليوم توفى واحدة الطب مو هالقد. اي والله الحمد لله، وشوية المية ضعيف عندنا. اي نعم، واحنا صار 3 سنوات لا راتب ولا شيء موظفين الدولة. يشار إلى أن منظمة البرزان الخيرية مع منظمات محلية ودولية تتولى إدارة مخيمات الخازر وحسن شام شرقي الموصل وتقديم المساعدات الإنسانية والاهتمام بالنازحين، وتطالب الجهات الحكومية والدولية بالدعم اللازم وتقديم المساعدات والاهتمام بالنازحين الذين تتزايد أعدادهم.